بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، مؤسسي منظمة خالد بن حمد، ووزير الخارجية بجمهورية الرأس الأخضر سعادة السيد لويس فيليبي لوبيز، انطلقت بجمهورية الرأس الأخضر منافسات بطولة أفريقيا للملاكمة للوزن الثقيل، والتي شهدت إقامة النزال الرئيسي الذي جمع ملاكم فريق خالد بن حمد للملاكمة فيصل أرامي والملاكم الكونغولي جونيور ماكسيموز، والذي انتهى في الجولة العاشرة والأخيرة بفوز الكونغولي ماكسيموز بقرار لجنة التحكيم. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته بالمشاركة البحرينية ممثلة بفريق سموه للملاكمة في هذا الملتقى الرياضي، والذي يمثل دفعة كبيرة للملاكمة البحرينية التواجد على مستوى دولي، مؤكدا سموه أن المشاركة كانت إيجابية وقد حققت فيها العديد من الأهداف، التي كان أبرزها التعريف بمملكة البحرين في القارة الأفريقية وبأنها دولة متطورة على الصعيد الرياضي وحاضنة لجميع الألعاب لا سيما الملاكمة. وأشار سموه إلى أن تشجيع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية دفعنا نحو الاهتمام ورعاية رياضة الملاكمة، موضحا سموه أنه بعدما تبنى فكرة احتضان الرياضات القتالية وبخاصة رياضة فنون القتال المختلطة وجه لها الرعاية والدعم الكاملين، الأمر الذي ساهم في تحقيق مملكة البحرين طفرة سريعة في هذه اللعبة من خلال النتائج المشرفة التي تحققت لا سيما بطولة العالم للهواء التي احتضنتها البحرين. وأشاد سموه بالمستوى الذي قدمه الملاكم فيصل أرامي في البطولة الذي تعرض للإصابة منذ الجولة الثانية من النزال، والتي منعته من الظهور بشكل فني مطلوب وحرمته من الفوز، مؤكدا سموه ثقته بالملاكم لتجاوز الإصابة والعودة مجددا لإحراز نتائج مشرفة في المشاركات القادمة. الملاكمة مختلفة كرياضة عن فنون القتال المختلطة أو أي رياضة أخرى، ففي الملاكمة يعتمد على شخصية اللاعب ليتطور، وأعتقد أن فيصل يمتلك هذه الشخصية، وما زلنا نبحث عن لاعبين من الممكن أن يمثلوا فريق خالد بن حمد للملاكمة، وأعتقد أن بطولة أفريقيا للملاكمة للوزن الثقيل هي القمة التي من الممكن أن نبدأ بها، وكما عودنا دائما سمو الشيخ خالد هو دائما يبدأ بالقمة على أساس قوي جدا ولا مجال للخسارة. نحن سعداء جدا لأن سمو الشيخ خالد أتاح لنا المجال للمشاركة في هذه البطولة، وهي بطولة كبيرة جدا للفريق. الفكرة أن نظمنا البطولة هني اللي هي أفريكان تشامبيونشيب هني بكونها في دولة أفريقيا، وشفنا أن المكان هذا يعني الناس بتتقبل المكان أكثر من أي دولة ثانية، والتنظيم بيكون بشكل رائع. الشيخ خالد ما شاء الله عليه مو مقصر في الحدث، وفي نفس الوقت مع فيصل الملاكم فيصل، والحمد لله داعم متواجد في كل وقت، حتى في البحرين محضرنا ما شاء الله كان موجود ومتواجد وكان معاه في كل وقت، فالحمد لله يعني كان طريقة الأداء والأمور اللي في البحرين الحمد لله متواجدة، فهالمرة قال بنغير أساساً تكون في أفريقيا. هذه هي بطولة العام، والجميع في القارة الإفريقية كانوا بانتظارها لتحديد البطل، وفيصل مقاتل رائع وقد حصل على 3 ألقاب في فرنسا، كما حصل على لقب هنا في أفريقيا في وزن مختلف، وقد نافس خصما قويا لم يخسر أبدا 7 مرات متتالية. نحن فخورون جدا لشهادة البطولة نزالا قويا بين هذين البطلين، ومهما كان الفائز فهو مرشح ليكون بطل العالم القادم. إن الحدث اليوم هو تحقيق حلم بالنسبة لي بوجود جميع هؤلاء الأبطال من الفريق في هذه البطولة.
لقد واجهت مشكلة في يدي اليمنى بعد الجولة الثانية، ولم أتمكن من توجيه اللكمات بيدي اليمنى، مما عقد الوضع، وكان خصمي قويا جدا من الناحية البدنية، وكان من الصعب جدا الاعتماد فقط على اليد اليسرى. رغم ذلك كانت المنافسة على أشدها، وخسرت بفارق نقطة واحدة فقط، لذلك لم تكن مباراة سيئة، وأتمنى الفوز في المرات القادمة بإذن الله. هذا وكان اسم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قد وصل إلى مطار نيلسون مانديلا الدولي بجزيرة سانتياغو قادما من مقر إقامته بجزيرة سال بجمهورية الرأس الأخضر لحضور منافسات بطولة أفريقيا للملاكمة للوزن الثقيل، حيث كان في استقبال سموه وزير الخارجية بجمهورية الرأس الأخضر سعادة السيد لويس فيليبي لوبيز ورئيس المراسم بجمهورية الرأس الأخضر وأعضاء من اللجنة المنظمة للبطولة.